مديحة لاباس عليك. بارك مزيان. الله يبارك فيك، مرحبا. فرحانة اللي هضرت معاك، عمرني ما هضرت معاك. بارك الله فيك، لالي ختك، شكرا لك بزاف، مرحبا مديحة. بغيت نعطيكم شوكولا للدهن واخا؟ أييه تفضلي. زوين وعمره ما داز بحالو في عندكم. واخا. فيه علبة ديال الحليب مركز محلى كبيرة. وفيه 150 غرام زبدة. و 150 غرام بخاليني. أييه. و 200 غرام شوكولات اسود. ايه مهم خصنا شي كسرونه تكون شويه غليظه من التحت. ايه وكنحطوا الحليب والاول كيسخن مزيان، ولكن ديما ما تحرق لحقاش هو راه حلو والبخاليني حلو. المهم كنزيدو عليه الزبده، نزيدو البخاليني، نزيدو الشوكولات، نزيدو كل شيء، كنديروه في قرعه ونخليوه في الثلاجه يجي واعر. مع داك البخاليني كيزيد يلذذ هاد الشوكولات الدهن. عرفتي كيجيب بحال ديك الماركه اللي معروفه. اييه قلتي لنا علبه ديال الحليب مركز ياك القرعه الكبيره الحقل الكبير و 150 غرام ديال الزبده. الزبده اي نوع يعني ديال العلا ولا ديال العبار ولا لا لا ماشي مارغارين، الزبده مزيانه. واخا وقلتي لنا 150 غرام ديال البخاليني ياك و 200 غرام ديال الشوكولات الاسود. اييه المهم كان حتى كدوب كل حاجه على خاطرها نزيدو البرودوي الاخر كتجي واعر. يعني واخا الا سمحتي مديحه يعني حتى كان يسيح هذاك الحليب عاد نضيفوا ليه الزبده، وملي تسيح الزبده نضيفوا البخاليني وحنا غاديين. هاك داك وحده الله يعطيك الصحه. واخا تبارك الله عليك، هذا هو الاقتراح اللي عندك مديحه. ايوا هذا شكرا لك بزاف، ونتمنى ان شاء الله نولي نعيط لكم مره اخرى. حنا في انتظار ان شاء الله، هذه اول مره ومرحبا بك في اي وقت. تحياتنا لك مديحه ومشكوره على هذا الاقتراح. يعني الشوكولات الدهن يعني غيش لانه فيه هذا الحليب مركز محلى وفيه الشوكولات الاسود.